نهائيا ما ياثرش علينا. احنا هنا في الجزائر، هنا في بلد جزائري، ما متحمسين، لاعبين متحمسين في اي ملعب، في الملعب اصطناعي طبيعي، اللاعبين متحمسين، ما يهمش ان لكم ملعب. هذا الملعب بيساعدنا على كل شيء، وفي خاصه في هذا البلد، في هذا الجزائر، وحنا اللاعبين متحمسين اكثر من ما تتخيلوا تايا. احنا في ملعب في غاز ناتورال ولا في اي بلاصه في سانتيتيك، لاعبين واجدين ويلعبوا بحيك والحماس، خاصه هنا في الجزائر. التاهل ندوه منه ان شاء الله، من وهران ان شاء الله.